عغير موجة. لأنهم ما بيشبهوا حدا وبيختلفوا عن غيرهم بالفن والأدب، هن عغير موجة. حلقة جديدة من عغير موجة. ضيفتي اليوم الفنانة إيفان الهاشم، فنانة لأنه مش بس مغنية، هي أيضا ممثلة متعددة المواهب، تكتب أغانيها وبتلحنها وبتغنيها. إيفان الهاشم ألبومها معليش عم يتصدر المبيعات بالأسواق اللبنانية، ونحن مبسوطين بهذا الشيء لأنه هي ما بتقدم الأغنية التقليدية، الأغنية التجارية، إنما الأغنية الهادفة الراقية والبديلة إذا جاز التعبير. تقرير عن إيفان ومنبلش الحوار معه. كان من السهل على إيفان الهاشم إنها تدخل الفن من بابه التجاري، لكن وبملء إرادتها اختارت الصبية اللبنانية السير على خط الموسيقى الراقية لكن القريبة من الناس بنفس الوقت. معليش 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 اصحي همك، شو فيها إذا بحكي عنك؟ معليش اصحي همك، شو فيها إذا بحكي عنك؟ درست إيفان التمثيل والإخراج وأصول الغناء، وبعيدا عن الشق النظري طبقت الدراسة والموهبة على مسرح كاراكلا بأوبرا الضيعة وبعرض أوبرا دون بسويسرا، كما حلت ممثلة ومغنية على مسلسل عيلة متعوب عليها. أما مسرحيا فاشتغلت تحت إدارة المخرج جواد الأسدي. حبيبي العمر المضى بقربك كله راح بيوم، حبيبي الحب نطرته منك نطرته لآخر يوم، حبيبي روح ما بقى يحرز العمر تعبت هالروح. صوتها كان دايما المفتاح، وهو يلي وصلها إلى الفنان العالمي شارل أزنافور. فالمحطة الأحدث ويمكن الأهم لحد اليوم بمسيرة إيفان الحصول على حقوق إعادة غناء كوميل ديز ضمن ألبومها الأول معليش، ويلي تعاونت فيه مع الفنانين أحمد قعبور، زياد الأحمدية، مايك ماسي وغيرهم، مع العلم أنه إيفان بتلحن وبتكتب معظم أغنياتها. Rue Sarrazade, j'ai pour me tenir compagnie une tortue de canarie et une chatte. Pour laisser maman reposer, très souvent je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave, j'essuie, à l'occasion je pique aussi. Le travail ne me fait pas peur, je suis un peu décorateur, un peu styliste. Mais mon vrai métier c'est la nuit que je l'exerce en travesti. Je suis artiste. J'ai un numéro très spécial qui finit en nu intégral après striptease. Et dans la salle, je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homo, comme ils disent. أهلا وسهلا إيفان الهاشم بصوت لبنان. مرسي مرسي كتير على هالمقدمة، أنا كتير تأثرت. ونحن تأثرنا بصوتك اللي هو لقلي شخصيا اكتشاف. يمكن الناس عرفوك بمسلسل على أحدى التلفزيونات اللبنانية، بس الإطلالة عبر هيدا الألبوم مختلفة جدا عن الإطلالة عبر التلفزيون. في كتير منك هيدا الألبوم تحت عنوان معليش، صح؟ هو مهدى لإيفو. إيف مرسي على شغلك الصحافي المميز، يعني عن جد بنبسط بشوف حدا هالقد بيعمل شغله أبوان وعلى آخر، إن كان من الريبورت لا حتى أنك انتبهت إنه الألبوم مهدى بطريقة كتير ديسكريت لإيفو. إيفو يلي هي أنت؟
إيفو هي إذا بديك البنت الصغيرة اللي بنهار كنت أو اللي كانت تحلم بهالشي اللي حققته اليوم، بقى حسيت ما في مجال غير ما أهديها إياه وإلا إنه قدرت أحقق الحلم. أخذ وقت إنك تحقق الحلم؟ 29 سنة هذا عمري. لا يعني لما دخلتي على المجال فعليا على مجال التمثيل والغناء، حسيت إنه في صعوبة إنه ألبوم من هالنوع يقدر يبصر النور؟ دايما في صعوبة لأنه بتحاربي لحالك بوسط الفن التجاري الموجود هلأ، هي هو صعوبته أنك بتكوني لحالك. بس بتخيل لما تآمني بالشي اللي عم تعمليه وتوثقي بالناس، لأنه عن جد أنا كتير بوثق بذوق الناس مش مثل ما بيقولوا، يعني بتخيل أنه هيك بتلاقي كل القوة الموجودة فيك تتعامل الشي اللي خلقت تعمليه. بتخيل ما كان عندي غير مجال أعمله. إيفان الهاشم، أنت اخترت تبقي على هيدا الخط، الخط البديل إذا أنا هيك بسميه، بالوقت يلي كنت معرضة أنه تفوتي بالخط التجاري، يعني بالآخر أنت بالشو بزنس فيلد يلي هو بعرضك أنه ممكن تنزل إيه، ممكن تتنازلي عن خياراتك ومبادئك، ولكن بقيتي وأصريت تبقي على هيدا الخط. كيف نجحت بالموضوع؟ نجحت لأنه أصريت أنه أتبع اللي قلبي بقليه وأنه أتبع اللي بآمن فيه، وأنا بآمن أنه صار وقت نخلص من كل شيء منه لا على مستوى عقلنا ولا على مستوى إحساسنا كناس وكمجتمع، صار وقت نخلص منهم ونكون حقيقية أكتر. عبالي أنه دل الناس على فن من نوع آخر بس بيشبهن، منه إلا منهم، أنا منهم، أنا بشبهن وعم بعمل هالشي تعبر عني وعنهم. بقى بتخيل أنه ما كان عبالي ولا نهار أعمل مساومة معينة توصلني أن يكون عم غني أم عم مثل أم عم بعمل حيلا شيء ما بيشبهني وما بيشبه الناس. بس بالرغم من تجربتك أنت وتجارب كتير من زملائك اللي سبق واستضفتهم بهذا البرنامج، عم شوف أنه الموجة الأخرى هي اللي بعدها الغالبة والسائدة. هل هيدا بيعني أنه هيدا آخر أيامة وبلشت الموجة البديلة تفرض حالها، أو أنه لا رح تبقى ونحن محكومين ببقاء هديك الموجة السيئة للأسف؟ بتخيل هذا الموضوع يعني مسؤوليته بتوقع علي وعلى الناس اللي بيشتغلوا مثل موسيقى، بس كمان بجزء كبير هي بتوقع على الناس، لأن احنا عم جرب نعمل شغلنا إذا بديك، عم جرب نعرض للناس وندلهم على أشياء حقيقية وبتأثر فيهم وبتعنيهم وبتشبههم وجميلة حلوة ونظيفة. بيرجع كمان للناس إذا كانت حدنا كفاية، إذا عرفت توقف حدنا بالإكزامبلات تبع كل يوم. على فكرة يعني إذا ألبوم نزل على السوق وقررت الناس إنه تدعمه مش تعمل كوبيات وتنزله فور فري مثلا، مجرد هالإكزامبل الحقيقي البسيط، إذا الناس آمنت إنه نحن عم نعبر عنهم وحبت اللي عم نقدمه، بتخيل سوا كثير قريبا قادرين نشيل كل هالأشياء اللي بلا طعمة الموجودة بالمجتمع واللي عن جد هي بتسيء لعقول الناس قبل ما تسيء لنا، يعني بتهين المجتمع قبل ما تهيننا نحن كفنانين. صار له أسبوعين أو أكثر الألبوم توب 1 بفيرجن. هو كان له أقل من أسبوع نزل لما صار توب 1 بفيرجن بالموسيقى العربية، ولهلا صار له يمكن شو اسبوعين، ايه اليوم على قد بصيروا اسبوعين عم بحتفل معك. طيب حلو، عم نحتفل سوا انه البوم من هيدا النوع بالوقت اللي الانواع اللي عم نحكي عنها موجوده وفي اصدارات ما قدرت تنافسك على المرتبه الاولى، هيدا بيعني انه في نفس جديد، في اذن عباله تسمع هيدا النوع من الموسيقى. مزبوط. بتجربي تتحري مين الاشخاص اللي ممكن يكونوا مهتمين بانه يسمعوا موسيقتك؟ بتعرف بضل قول للناس على صفحاتي يعني بفيسبوك انه بليز حدا اشترى الالبوم ام شافه تصوروا معه، لان بيعنيلي انه دس على الارض انه عن جد اللي عم بعمله عم يقدر يوصل ولمين عم يوصل، مين اني هالعالم. مزبوط. اي فئة؟ الشباب او بالعمر المتقدم؟ مين الفئة اللي بتسمع إيفان الهاشم؟ اللي غريب لحديت هلا انه ما قدرت حدد هالفئة بالتحديد، لانه بيحكوني ناس من عمر اهلي مكيفين بالألبوم وشو حلو وشو جديد وشو بيشبهن، بيحكوني ناس ما بيسمعوا عربي أصلا وسمعوا الألبوم وقالوا لي مرسي إنه قدرنا لمرة نحس ما عبلنا نوقف نسمعه وراحوا جابوه. بيحكوني الشباب اللي تلميذ جامعة اللي بيقولوا واو شي بيشبهنا، يعني ما عم بقدر بعد حط كاتيجوري معينة لأن بتخيل عم بيشبه بمطرح معين شقفة من كل حدا فينا. الحلو كمان إنه حرصتي إنه ما تنزل الأغاني على يوتيوب، يعني أنا وعم فتش ما قدرت لقي الألبوم على يوتيوب، هيدي خطة حتى لي ما تحرقي السي دي.
لا يمكن بعد عفوية. هلا أنا بعد ما هلا أنا نبهتك إنه يمكن لازم ما تنزليهن على يوتيوب تما يحترق السدي. هلا على يوتيوب أنا مش ناوي أصلا كنت نزلهم، بس ناوي نزلهم على القصص مثل آي تيونز، لأنه في كتير ناس برا بأوروبا عم تكتب لي إنه عبالة تسمع الألبوم، بأكيد رح وصلها على الآي تيونز تقدروا يشتروه. ما في مجال للتصدير؟ ياريت ياريت أكيد عبالي، بس لحديت هلأ مثل ما قلت كله عم بعمله لحالي. هون بدنا نحكي عن الانتاج، بما أنه حكينا عن التصدير، الانتاج شخصي مزبوط. من الألف للياء مزبوط، ما في أي شركة وراك ولا حتى بالتوزيع؟ لا لأن لحد هلأ عم يعني الفيزيكال ديستريبيوشن بيقولوله اللي هي الألبوم بحد ذاته، لحديت هلأ أنا اللي اشتغلت مع فيرجن وحطيت عندهم الألبوم. الديجيتال ديستريبيوشن اللي هي توزيع على الإنترنت على الآيتونز وهيك، بعد ما اتفقت مع حدا معين، بس في حدا يعني بهالكم يوم بتخيل يمكن أمضي مع حدا تقدر بس يساعدني حطهم على الانترنت، لأن ما كتير بفهم بالأشياء. رح نسمع أول تراك بالحلقة من الألبوم حتى نفوت نحن والمستمعين شوي بالجو ومنتابع الحديث. التراك الأول هو عنوان الألبوم معليش إيفان الهاشم. معليش 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 اصحي همك شوفي اذا بحكي عنك. معليش اصحي همك شوفي اذا بحكي عنك كل غنية وكل كلمات وانت نسيني بالذات. ما اصلا فنك حرام يحكي عني شي مرة، الفن نعمل بس للفن ومش حقيقي ولا مرة. معليش اصحي همك شوفي اذا بحكي عنك. معليش اصحي همك شوفي اذا بحكي عنك كل غنية وكل كلمات وانت ناسيني بالذات. ما اصلا فنك حرام يحكي عني شي مرة، فن نعمل بس للفن ومش حقيقي ولا مرة. غنيت شي مرة فلامينكو أو شي بيشبه الغناء الغزلي؟ بغني إسبانيول بكونسراتي مزبوط، كتير بحب اللغة الإسبانية، كتير بحب حتى الفادو البرتغالي هيك في شجن بحب هالأشياء. بتحسي إنه لو غنيت أكابيلا كان صوتك بياخد حقه أكتر من المرافقة الموسيقية أو إنه يكون محكوم بإطار موسيقي معين؟ أو أنا استغربت إنه على القليل يكون في غنية واحدة بالألبوم أكابيلا. قدرات الصوتية حلوة، يعني حلو تبين لحالها من دون موسيقى. يمكن ما كان الهدف الأساسي دل الناس على قدرات الصوتية، يعني أنا بنبسط بالأشياء الحلوة والموسيقى حلوة والآلات اللي معي حلوين والتوزيع حلو. بقى مني من نوع السولو بلاير اللي كل هم فرجي قدراتي أم جمال صوتي. الألبوم والأغاني هن هيك اجتماع لكذا عنصر جميل وكلهم سوا بتخيل بيطلعوا حلوين. ليش لا شي نهار بعمل شي أكبر. بدنا نحكي أكتر عن الألبوم اللي هو مثل ما قلت تحت عنوان معليش. شو بتقدمي بهيدا الألبوم؟ أنا اللي لاحظته أنه في عدة أنواع، ويمكن منشان هيك في كتير ناس من كتير فئات حبوه. في كتير أنواع موسيقى، شو بتخبرينا أكتر عنه؟ مزبوط أنه في كتير أنواع، ولا مرة بيسألوني شو نوع الموسيقى اللي بتعمليها بعرف جاوب. يمكن لأنه أنا حتى شخصيا يعني بعدني ببحث شخصي عن موسيقتي، ويمكن ولا نهار تصير موسيقتي شيء دفيني محدد بإطار معين، لأنه هيك بنتمي لكذا مطرح ولكذا سقافة ولكذا أشياء بنتبه لها وبعيشها بالحياة. بتخيل بنبسط أنه كل مرة تكون إكسبرينس بتحطني بمطارح مختلفة بلا معوز حدد حالي. هلأ الأكيد أنه أنت كاتبة وأنت ملحنة باستثناء بعض الأغنيات. بتكتبي من زمان؟ لا يعني من انتحر الحب هي أول غنية على فكرة، مش كتبتها ولحنتها بزيت التكت، يعني طلعت مني صرت غنية أنا وعم سوق سيارتي وقول شو هيدا، يعني شو هاي اللي عم تطلع مني غنية مش موجودة. وهيدا الحديث من 7 سنين كنت أول مرة، ومن وقتها اكتشفت أنه بقدر أعمل أغاني وصرت جرب وطلعوا هودة. قديش دراستك ساعدتك بأنه تنجزي هيك شيء؟ دراستي بالجامعة، هلا أنا دقيت أدرس مسرح بتخيل لأنه هيك في شقفة مني هي هيك خلقة من أول ما خلقت. الجامعة أضفت لي ثقافة إذا بديك،
الناس اللي بتتعرف عليهم بالجامعة، إن كان تلاميذ ولا أساتذة ولا المحيط اللي بتحطك فيه جامعة الفنون، كتير بيغنى ثقافيا وإنسانيا، لأن بتشوف أشياء ما بتتخيل بتقدر تشوفيها برات هالجامعة. يعني كان ضروري المرور بمسلسل تلفزيوني حتى تثبتي حالك، حتى تضوي على شخص إيفان الهاشم؟ بتعرفي أنا من وقت ما كنت بالجامعة بتذكر كانوا كل أصحابي بالصف يروحوا يقدموا على الإنتاجات التلفزيونية، وأنا كنت هيك أخذ موقف إنه أنا ما بدي ومش عزوقي وبدي أشتغل مسرح، وكنت عيشتها وكنت وقتها مع أستاذ جواد الأسدي ومكيفة بحالي. بس بتعرفي وقتها إجا النهار تلفن لأستاذ مروان نجار وعرض علي هيدا الدور، لقيت إنه بمطرح شوي نحن اللي منفوت نتعلم جامعة الفنون منفوت بهيدا التريب تبع الرفض وإنه نحن غير وهيك، بس مش غلط تفوتي عن ناس هيك بشكل عريض كل يوم هيك عشاشاتها بالبيت وتحكي معها وتعرضي لها شيء حقيقي وتعرضي حالك. ليش يعني مين انا تقول لا بقى؟ وهي الاكسبيريانس ما ولا مره نكرت انه عطيتني كثير، لان كل شيء عملته بحياتي قبل ان كان بسويسرا ولا على المسرح ولا شو ما كان، ما عرف الناس من الباب العريض على إيفان إلا وقتفت على شاشاتهم. بقى أنا ماس عرفتك من خلال هيدا العمل 100%. بقى أنا بالعكس بنبسط بهيدا الشيء اللي عملته ويعني بودين بالكثير لهالمسلسل. بالعودة للألبوم حكينا أنه في أغنية وحيدة باللغة الفرنسية هي أغنية كاميل ديز اللي طلبتي أنه ترجعي تعديها من شارل أزنابور شخصيا، وحصلت على الموافقة من خلال ابنه برسالة ودلكها ردا على الرسالة المؤثرة اللي أنت بعتيها لشارل أزنابور. كاميل ديز بقيت بلغتها الفرنسية، ما تعربت، كنت محترمة ومهذبة أنك بعتي له رسالة بالوقت يلي اليوم كل الأغنيات والألبوم حان عم تنسرق من دون أذونات. فخبرينا عن التواصل غير المباشر مع أزنابور. هو مثل ما قلت كان فينا يمكن أعمل مثل ما عم يعملوا الكل هيك بيغنوا إن كان لحد عالمي ولا لا ما بيسألوا، بس أنا مش بس كان همي أعمل الأشياء على الأصول مثل ما دايما بحب، كان عندي هيك هم شخصي إنه ليش ما في أتواصل مع حدا هالقد بحبه وحتى لو هو هالقد كبير، إنه شو بيمنع يعني شو عندي أخسر وبعيد شو عندي أخسر؟ ماكسيموم بيضحك علي وما بيرد، ماكسيموم ما بيوصلوا له الرسالة، يعني هذا اللي قلته أنا بيني وبين حالي. بس من وقت ما بلشت هيك من الأول أنا والجامعة كنت دايما حب أحلم بكبير، إنه قلت إذا ما بحلم بكبير ما رح أوصل على كبير، رح ضلني صغير. بقى في نهار كتبت له رسالة وبعتها، وكتير تفاجأت إنه مش بس ما كتبه رد، لا ما رد ما كتبه، رد هو من البيت شخصيا ابنه برسالة خطية. هلا يعني كان أحلى لو هو رد. أنا صراحة قدرت 100% إنه ابنه كتب رسالة وبيقول لي بي بيقول لك إنه حب وحضر الدي في دي حضرنا عملية. يعني ما كان عندك خيبة مش إنه مش هو رد عليك؟ بالعكس كنت حسها أفنيالة، يعني كان في بكل سهولة المكتب تبعه يرد إيميل رسمي. بقى هي أنا الجست إنه كتبوا رسالة بالبيت كتبها ابنه مش هو، إنه يمكن إيده بتهز مش عارف، إنه كتب ابنه رسالة خطية كان أوريدي شيء أنا حسيت با من أزنافور كأن جست، يعني كأنه كادو كأن عم بيقول لي هيك عم بيرد لي عربتلي. شغل أزنافور بأيار بيحتفل بعيد ميلاده 91، وكمان بأيار رح يصدر ألبومه الجديد تحت عنوان أنكور، حتى نشوف قديش شغل أزنافور فنان حي ما بيأمن بالسنين وما بيأمن يمكن بالمسافات اللي فكرتيها ممكن تبعد بيناتكم، بس لا هي فعليا جمعتكم. بس أنا هون عندي سؤال، كاميل ديز كان ممكن تغنيها من دون ما تحصلي على إذنه صح؟ يعني ممكن تلاحقي يعني لو غنيتيها؟ كتير ناس عم بعيدوا. ايه يمكن أكيد كان ممكن ألاحق، يعني أنا ما كتير بعرف بتفاصيل القوانين، بس بعرف أنه أفضل ألعبها سيف، ألعبها يعني آمنة من أنه أخذ ريسك، كمان من احترامي لموسيقى شارل أزنافور ولموسيقى حياة الإنسان. هذه النقطة اللي أنا بدي أوصل لاحترام الفن. exactly. يعني أنا كيف ما برضى حدا ينزل أغنية عن الإنترنت عم يعمل كوبية عن الألبوم وأنا مين، يعني ما برضى لا لإلي ولا لغيري من حيلا فنان إن كان لبناني ولا عالمي ولا شو ما كان، أنه ما نحترم هالشي اللي طالع منه واللي بينتميله، يعني مينيموم نحترم حقه. موضوع الأغنية كتير جريء، يمكن إذا بتتعرب يوما ما كمان على إيدك بيكون كتير منيح حتى المجتمع اللبناني يحتك بهيدي الأغنية، على قد ما هي حقيقية وجارحة بمطرح، على قد ما بتشبه كتير أشخاص موجودين بمجتمعنا ولكن نحن منحكم عليهم بالسوق. كان في عندك رسالة من وراء اختيار هيدي الأغنية؟ مزبوط. توصل؟ حتى لو غنيتيها بالفرنسي. لفتي لي نظري، بتعرفي معك حق انه يمكن انا خيار اني تركتها بالفرنساوي يمكن في خطر ما يوصلها للجمهور الكبير هلا، يعني لفتي لي نظري لهالشيء، بس يمكن قد ما التكست مكتوب بالفرنساوي بطريقه رائعه
خفت انه انا افكر حتى ترجمه ام حاوله لغنية باللبناني. في اشياء بتخلق هيك مثل ما هي وجمالها مثل ما هي ما بتسترجي تقربي عليها. بس بركة كمان يمكن لانه حاطه لاتر بقلبه بقلب الالبوم كتبتها ليش انا كاتبه هالغنية بالتحديد ليش نقيتها اتسترا. يعني ان شاء الله توصل لعدد اكبر من الناس. هلا خوفتيني. لا هلا بركة عطيتك حافز انه ترجميها او تكتب اغنية مشابهة لحتى بالالبوم الجاي تنشر ونقول الاشياء مثل ما هي, يعني من دون ما بقى نجمل الامور او نحط عبارات شعرية, نقول الموضوع مثل ما حكي يمكن أزنافور بكوميديز. من أزنافور الى الاسماء الثانية اللي موجودة بالبومك, احمد قعبور, مايك ماسي, وايضا في زياد الأحمدية. انا محظوظه انه ثلاثتهم كانوا ضيوفي بهيدا البرنامج, وانت كنت محظوظه انه تعاونتي معهم. شو اضاف لك كل شخص من هودي الاشخاص؟ وطبعا كنت نسينا حدا, في يوري مرقده كمان بالبونس تراك اللي هو انتحر الحب, هو اللي كان مشتغل على التوزيع والتسجيل تبعه, والشاعر مهدي منصور. مزبوط, مع زياد الأحمدية. شو بيعني لك هالاسماء كانت حاضره معك؟ أول شيء يعني بأول ليستا مايك ماسي لازم شيله هيك على جنب وأحكي عنه, لأنه في شيء بيجمعه مايك ماسي كفنان اللي هو الإحساس العالي بموسيقته والتكنيك العالي والذوق. يعني هود الثلاثة خلوا من مايك خيار كتير تمتينج لإلي, أنه مغري لإلي انه يكون هو الموزع بالالبوم, وكونه وزع الالبوم اضاف بروحه على الموسيقى كتير, وانا كتير بشكره انه شاركني بهيدا الالبوم. الاستاذ احمد قعبور يعني عن جد عنده من التواضع هالانسان شي كتير بيأثر. هيدا الغنية قدم لي اياها ومبسط هيك متولد صغير بش سمعه وبش سمع الالبوم وردت فعله وعيونه لهيك عم بيلمعوا. يعني مش معقول شو هالانسان المتواضع وشو بتأثر هيك بكل مرة بقرأ ألبومي إنه أنا عندي غنية من الأستاذ أحمد قعبور. وزياد هو شريك من زمان, شريك أنا وزياد سفرنا سوا على سويسرا, وهو صراحة اللي عرفني على المنتج والملحن السويسري تبع أوبيرا دون. يعني كمان زياد أنا بدنله بالكتير, وهي الغنية هي من الأوبرا اللي غنيناها بسويسرا. مايك ماسي معنا على الخط للمرة الثانية بعغير موجي. المرة الأولى كان معنا باستوديو, هالمرة على التليفون حتى يحييك إيفان لهاشم. بونجور مايك. بونجور, كيفك كريستين؟ بونجور إيفان. أنت كيفك؟ أنا كتير منيح. كيف النشاط؟ أنا كتير منيح ومبسوط بالسكسي تبع إيفان, ومبسوط أنه أنتوا التقيتوا, لأنه كريستين حقيقة الحديث معك دايما كتير كتير غير عن كل المقابلات يلي عملتها في حياتي. مرسي. وأنا بتذكر كتير منيح المقابلة, مع أنه رح يصير عمرها سنتين بس كانت عالية الإحساس. مرسي. وانت مايك بتنطلق بشغلك من الاحساس, وهيدي نقطة حكيت عنها ايفان انه مايك بيمتلك الاحساس والتقنية والذوق. بس انا بدي اتوقف عند الاحساس. احساس ايفان عيط لك اكيد حتى قدرت تتعاون معه بألبوم معليش. اكيد دايما يعني الكومبوزيتور الارانجور يعني حيلا حتى الموسيقى دايما بيتفاعل مثل اي حتى ممثل. يعني وقت يكون واحد ممثل عم بيمثل مع شخص ثاني مقابله عم بيمثل باحساس بده يتفاعل معه اكثر يعني. فكتير من الطبيعي انه واحد وقت يكون عم يشتغل مع حدا موهوب وحدا بيقدر يتفاعل معه فنيا رح يعطي اكثر, فهذا اكيد شيء تحصيل حاصل بالنسبه لايفان. يعني ارتست كومبليت, وهذا الشيء بيخلي الواحد يكون انسبيري يعطي من شغله اكثر ويعطي من احساسه اكثر. شو اكثر شيء لفتك بايفان وتحديدا على مستوى الصوت؟ يعني صوته كتير ملون, يعني بتقدر تنتقل من ستيل لستيل بكتير سهوله. انت كخبير شو اكثر شيء استوقفك بصوته؟ اللي بيستوقفني بصوت ايفان دائما انه عنده تكنيك, ولكن ما بتستعمل التكنيك بتفكير هي وعم بتغني بناتورال, بتخلي احساسها ياخدها, والتكنيك بتصير مثل كأن تحصيل حاصل وبتستعملها لما تعيزها بال يعني عند الحشرة مثل ما بيقولوا. يعني اللي بيعجبني بإيفان انه بعدها انتويتيف, يعني بعدها عندها هالشي كأنه هيك احساس ناتورال طبيعي, بتغني بطبيعية عفوية. وانه صوتها مثل الكاميليون كمان, يعني هيك بتقدر تلون بصوتها وبضل عندها
ايدنتيتي خاصة وهذا الشيء مش كل الناس بيمتلكوه. يعني بتقدر كمان تقرب الغنانة يصيروا كأنه يعني حتى لو غنية مش لها فيها تخليها تصير بالكولر تبعها, وهذا شيء كثير بميزة يعني لإيفان. واللي بيميزك انت واللي مش كتار بيمتلكوه انه انت دايما مروحتك مفتوحة على كتير فنانين زملائك. يعني الحلو بمايك انه مش بس بيعمل غنيته وبيطلع بغنيها وبينبسط فيها, لا بيكون موجود مع فنانين اخرين كان خلف الكواليس او على المسرح. فتحية لألك مايك ماسي من جديد مني ومن عغير موجي. ميرسي كتير مايك. انا كمان بدي اشكرك على كلماتك وعلى وجودك الدايم. أيضا أنا لقالي مش إنه وجبات ولا حتى إنه part of the job. أنا اخترت مهنة هي أنا الباسيون تبعي, والباسيون تبعي إنه أتلاقي بأشخاص بقدر أتعلم منهم وأقدر إنه بشارك فني واللي بقدر أقدمه كل يوم أكبر أنا وياهم بهذا الشيء. وإيفون هي طبعا part من هالجيرني الموسيقية, ومعرفتنا ما بتتوقف يعني على هالألبوم من قبل. يعني بتخيل نحن we share so many things بالموسيقى, واليوم فرحتي فيها كتير كبيرة انه قدرت تحقق حلمها وكانت مصرة هالإصرار. يعني ارفع القبعة على إصرارها انه توصل يلي هي براسة من دون مساومات وفتاحة. يعني هذا الشيء كتير كتير مهم واكيد رح يوصلها بعد اكتر واكتر لنجاحات كتير كبيرة. شكرا مايك ماسي وناطرينك بكل شيء حلو. وانا كمان هي ترقلكم ونبصوا بهالمقابلة نكفي نسمعكم. مرسي كتير مايك. بيوم من الايام رح دب شنط السفر, رح دب كل الاحلام لعتقت من كتر الضجر كتر الهم بالشوارع والايام اللي عم بتضيع. الناس التابت وبعدها بتنطر شي يوم يرجع ربيع. بنهار جنهار القعد على الرصيف 10 سنين بشي خريف. أولك هون هي الحياة وعم نتفرج عالخفيف. بنهار جنهار بنهار رحفل 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 بنهار جنهار رحفل إيفان بتقول إنه غلط نكون متأثرين بفنانين سبقونا أو يمكن حتى فنانين بعدهم موجودين من جيلنا, تعترفي بتأثرك؟ أكيد, وأنا من أكتر الناس اللي ما بقدر بكونسراتي إلا ما غني أغاني مش لإلي, ولا حتى بحس لأن في منهم عندهم تيوري إنه إذا أنت صار عندك أغاني لإلك ما لازم تغني أغاني لغيرك تتحط الضوء عليك إتسترا. أنا أبدا ما بآمن بهالشي. أنا بغني لأن بحب الأغاني, وإذا في كلمة أم لحن لفتوني ما بقدر إلا ما غنيهم. هيدا الباسيون تبعي, بقى أنا دايما رح عيد أغاني مش لألف مسلسلات. ممكن ميلودي تأثر فيك لدرجة إنه لا شعوريا تنتقل ميلودي من أغنية لحدا غيرك لأغنيتك أنت؟ بركة صارت انتبهت عشان ما بعرف. يعني أنا حسيت إنه بمطارح في رابال. أنت بمين متأثرة؟ بكتير ناس كل فترة بحدا. دجا أول شي شاكرة بألبومي شارل أزنافور وجاك بريل لأن خلقوا مش بس لأنه عملوا موسيقى, لأن هو شخصين كتير أثرتني كارير تبعهم خصوصا التكست الأول اللي بيكتبوه. في كتير ناس بحبها, بحب كتير سعاد ماسي الجزائرية, بحب داليدا. ذكرتيني بسعاد ماسي مثلا. عنجد؟ ايه. بشو بأي غنية؟ بالاشياء اللي سمعتها على يوتيوب يلي هي من حفلاتك. انا منزلة على يوتيوب اغاني مغنيتها بكونسراتي لسعاد, لان هي من الناس اللي مثل ازنافور اتسترا ما بقدر ما غنيلهم بكونسراتي. ومين ايضا من اللبنانيين تحديدا؟ من اللبنانيين انا كتير بحب تانيا صالح, كتير بحب شغلها وكلماتها ومتابعة جدا لها. بحب كتير مايك, ما في ضرورة اقول قد بحب فيروز, بحب جاهدة وهبي. مشروعك الأكبر, دايما الفنان بيكون عنده الطموح الأكبر يلي هو أبعد من ألبوم, أبعد من مسلسل, أبعد من عمل مسرحي. The big project شو هو بالنسبة لك؟ بعد ما اكتشفته
بتخيل كل شغلة رح أعملها من هون ورايح هي شقفة من بحث ذاتي كمان من مشوار طويل، يمكن يكون بالموسيقى، يمكن يكون بالمسرح، يمكن يكون بشيء كليا مختلف. عبالي اكتشف كل شقفة فيي وكل شقفة من الأشياء اللي بقدر أعملها وأعطيها بهيدا الحياة. بقى أنا هون وأنت هون منشوف رح اكتشف أكيد. ليش بحس إنه في قصة؟ كل إنسان عنده قصة، بس ما بعرف ليه وقتها شفت الكوفر وتمعنت فيه منيح حسيت في ستوري بيهايند إيفان، في قصة معينة، في حدث كبير صار خليك تكوني هون، أو أنا عم بتخيل كل إنسان عنده قصة كبيرة. يعني أنا كل ما أتعرف على شخص من واحد من الأشياء هيك اللي بحب ذكر حالي فيها أنه كل إنسان قصة، كل إنسان تاريخ، ذكريات، قصة شخصية معينة ما بيشبه حدا تاني على الكرة الأرضية. بقى في قصة أكيد مثل كل الناس، في قصة خلتك تكوني هون، يمكن خلتك تحلمي وتجني لدرجة آمنة إنه ممكن تختصري المسافات بينك وبين شارل أزنافور برسالة واحدة. هلا القصة قصة هيك بالتحديد لا، ما في إنه حدث كبير بحياتي خلاني أصير هيك، بس يمكن أنا نوعي شخص من أول ما خلقت مثل بحس حالي هيك كأن محطوطة بقفص بدي كسره وطير، يعني فيها الشعور الموجود دايما. بقى من أنا وصغيرة هيك من وقت ما كنت بالبيت أهلي بحسوا إني هيك بفكر بأشياء كبيرة وبجرب أعمل أشياء كتير وبضلوا لي حاملة مليون بطيخة وهيك. بحس أنه عندي فرصة واحدة على الأرض، عندي هيك سنين معدودين، وبحس أنه الحياة فيها كتير أشياء حلوة، وأوقات منصغر حجم عقياسنا هيك، عقياس مخاوفنا، عقياس منصغر حجم الحياة، وبحس أنه في كتير أشياء حلوة بالحياة لازم نستفيد من هالوقت اللي عنا إياه نكتشفها ونعملها. شي مرة حسيت أنه المكان اللي أنت فيه اللي هو لبنان ممكن يكون قفص؟ عشان هيك كتبت رحفل. أكيد كتير بيقطع أوقات بحس هيك، بس منه شعور معمم موجود دايما. يعني أوقات كمان بالمقابل بحس أنه لا، يمكن أنا خلقت بلبنان، يمكن لو كنت بفرنسا أم بغير بلد يمكن ما كان صار لي مجال أعمل اللي عم بعمله ويسمعون الناس، يمكن لأني ببلد صغير، يمكن لأني ببلد كمان بيشبهني بالفوضى طبعه بالإحساس المرهف، يمكن قدرت تكون أنا. بقى ليش تكون دايما مش حقوية مع لبنان؟ لبنان عنده كتير أوقات بيحسسني أنا رح أختني، أنا مش عم بقدر أكبر، بس بأوقات تانية بحس أنه أنا ما كبرت إلا بلبنان. يوم وبمجرد ما أنه أنت عم تحصدي نجاح العمل يلي زرعتيه والتعب والإنتاج الشخصي، يمكن هيدا سبب كافي لحتى دوز الخيبة تخف شوي. ايه معك حق، وعملك عن جد هي مش خيبة، وهي منا يعني قرار أخدته انه لبنان قال خيبة امل ام رحفل هي عنوان كبير بحياتي. بتخيل انه رح يضل في لحظات تقطع بالحياة حس حالي انه مخنوقة عبالي فل، ورح يضل يقطع لحظات حس انه لا، لانه انا ما قدرت اعمل شيء الا من هون وانا بشبه هون، مثل ما كاتبة بغنيتي التانية اللي اسمها انا مثلك. ممكن فنانة مثلك تعيش من الفن؟ إن شاء الله هيدا حلم الكبير. حتى تقدري تتفرغي يعني للفن بديك تعيشي منه، يعني ما فيك تشتغلي مليون شغلة وتجي تعملي سيدي. مزبوط، مشان هيك أنا بضل مثل ما قلت عندك يمكن أول مرة بقولها حتى هيك على الكبير، إنه إيه نحن عايزين الناس يكونوا حدنا بهالشي، عايزين إنه ما يقبلوا يعملوا كوبي من ألبوماتنا، يعني هي أقل الأشياء إذا بيأمنوا بالعم نعمله يساعدونا بهالشي. لأنه مزبوط أنا إلي سنين مع عبالي وما جربت أعمل شي تاني، لأنه عبالي كون نفسي وأنا بحب أعمل موسيقى ومسرح، فإن شاء الله تضل زبطة معي أنه عيش بس من هودي. يعني مش ممكن تترك التمثيل كرمال الموسيقى، هني بيكملوا بعض بالنسبة لإليك. نعم يعني بحس ولا شقفة منهم تربح التانية. شو المشاريع المقبلة مع أنه بعدك عم بعده جديد تستمتعي بالمشروع الحالي الطازة ألبوم معليش؟ شو عندك بركة حفلات بركة جولات برا؟ عبالي يعني هلأ next step هي اشتغل على هالأشياء، على الكونسرات والحفلات، بس لأنه له بس جمعتين نازل يعني بعد ما في تواريخ ومحلات محددة. بقى لاحقا أكيد بس يصير في سكاجول واضح من أول ناس رح أقلك. أوكي، نحن رح نتابعك إيفان الهاشم، وتحية من جديد لقلك، وتحديدا لمجهودك الشخصي. صبية عمرها 29 سنة حلمت
وحققت الحلم وهديته للطفلة اللي بعدها ساكنة فيها. فمبروك الألبوم معليش، ومبروك أنه هو عم يتصدر المبيعات بفيرجن، وإن شاء الله بينتقل لأبعد من هيك ولأعلى من هيك. رح نختم الحلقة مع أغنية أنا حبيتها كتير اسمها يا صغيري من الألبوم، بنهديها لإيفو وهيك بنختم على غير موجة. ما بعرف إذا بتحبي. قبل ما تختمي بدك بليز تسمحي لي أشكيك مرة جديد، لأنه ما غلط مايك لما خبرني عني. عن جد قليل بمشوارنا نلتقى بصحفية عندهم الإحساس الكافي والهم الكافي إنه يبحثوا بالأشياء ويتركوها تفوت على عقلهم وأحساسهم ويكونوا هيك أوفية بشغلهم ودقوبين مثلك. أنا كتير انبسطت بالحكي معك وبشكرك على كل تفصيل فت فيه وحسيت فيه بالألبوم. مسي. شكرا لك إيفان، وأقل شيء إنه نحنا ننشر هيدا النوع من الفن كرمال الناس ترتقي بعقلها وبإحساسها، لأنه هيدا واجبنا نحنا. على غير موجة هون بينتهي. أنا والمخرج مارون الخوري بنشكركم. يا صغيري بصوت إيفان الهاشم. غير موجة موسيقى.